كاع المغربيات اللي مجهولين الاكراد راه كيدوزو عليهم وشنو دوزي عليهم الحق. جاهز مع الخضر سميتو التمسيات. كي دايرين لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، الاحوال ديالكم كلها مزيانه يا ربي، ويلقاكم فيديو ديالي دائما بخير وعلى خير. دابا بقيتو لنا يلاه وصلنا معروضين عند لوستي ديك اللي وريتكم الدار ديالها، انا نوريكم دابا باش تشوفوا باش تعقلوا من هاد الدار هادي ديك اللي كنت درت لكم الجوله في الدار ديالها. وكنت وريتكم عندهم واحد البلاصه قدام الدار، قلت لكم راه دايرينها بحال مزرعه غير صغيره، كيستغلوها بحال هاد الوقت هادي كياكلوا فيها، فيها ناس شجار، فيها غارسين، فيها المهم زوينه. انا دابا نقلب لكم وتشوفوا الجو كيفاش داير، غزال غادي ناكلوا هنايا. لقيناهم يلا وصلنا دابا شي دقيقه، لقيناهم ديجا مفرشين حاطين كلشي، كيتسنونا غير نجيو باش غادي يحطوا، حاطين طباسل وشلايد وهذا وكيتسناونا غير باش نجيو عاد باش يحطوا الماكله. انا نوريكم دابا عاد شي واحد المنظر زوين بزاف، هانتوما شوفوا غنوريكم الماكله. هنايا الظلمه، هذا الرايح هاتونا تواني ما شاء الله الحم كيشك والله هذا واش عيب يوغا كيك يوغا هذا اللي كنت وريتكم بيبي معزة مع الزعتر زعتر يوغا اند ها ما نتوما مازال شي حاجه ما شوي هذا تشيكن هذا الدجاج مع الخضر سميتو التبسي. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، هانتوما شوفوا شحال ديال الماكله. زعما عاد اي ويل شو ات هانتوما شوفوا كيما قلت لكم في المزرعه استعملوا زرد نسيتوا طاو. هاي وريكم سلطه باذنجاني، هذه ديال البودنجال مع داك الرمان، مع داك الرمان اللي كنت وريتكم، هذا الحمص وهذا الخيار وهذا هذا الخيار مخلط مع اليوغورت وهذا داك المكور صافي، والزيتون فلفله والخضار ومعدنوس وهذا الماء. شوفوا معايا الماء عندهم، هاد البطاطا صغيورين
دابا سالينا ظلام الحال دغيا دغيا لحقاش فاش كناكلو كناكلو مع المغرب صافي كيظلام الحال ودابا صافي يلاه حطينا الديسير وحطينا واحد الكيكة لحقاش بنت لوسي عندها عيد ميلاد ما كانتش خبارنا ما قالوهاش لينا باش هكا نشريو لها الكادو وتا جينا ناكلو عاد قالوا لنا اليوم العيد ميلاد ديالها وصافي انا دابا غادي نوريكم داكشي اللي كيوجدوا تعيشوا معنا الاجواء ها هي الكيكه بنتها عندها 7 سنين دابا كيكه غزاله هيلو كيتي وصافي حطينا الديسير الزريعة بيستاش كوكو البنات انا عاود رجعت معكم المهم يلا دخلنا دابا للدار بغيت نوريكم دوك التوب اللي كنت حطيت باش يتخيطوا ليا البسكوردي وجدوا بغيت نوريهم لكم ولكن قبل ما نوريهم لكم بغيت نهضر فواحد الموضوع اللي شويه ديرونجاني كنت كنقرا التعاليق وشي متتبعات لقيتهم كاتبين واحد التعليق ما عجبونيش منهم واحد التعليق قايله فيه وحده ما تبقاوش تغروا هادشي اللي كيصوروا لكم المهم هضرات هي بالجمال ولكن عناتني انا هادشي اللي كيصوروا لكم راه ما تبقاوش تغروا به راه بغيت نقول داكشي بالضبط باش ما نغلطش باش ما نزيد عليها ما نقص عليها ما تغروش هادشي اللي كيصوروا لكم راه غير الكذوب كاع المغربيات المجوجين بالاكراد كيعانيو مدوزين عليهم زعما مزوزين عليهم الدكاكه زعما انا هادشي اللي كنصور غير كنكتب فيه بحال انا راه عندي شي مصلحه من وراء هادشي انا نوض نبقى ندير فيديوهات كنمثل فيهم باش نغر البنات باش يتزوجوا بالعكرات انا كنصور حياتي كما هي وبنادم اللي كيمثل راه باين وبنادم اللي عفوي راه باين يعني ما كاينلاش تكتبي داك التعليق وتعنيني فيه الماضي تسمعني انه انا يا راه كنمثل وباش نغرب البنات انا ماشي الهدف ديالي اصلا باش نغرب البنات باش يتزوجوا بالاكراد ولا ما يتزوجوش بهم راه داكشي الزواج قسمه ونصيب ماشي كتختاري انتيا تزوجي كردي ولا ماشي بلد اخر انا قلت لكم واحد الهضره راه ما غاديش تيقوني انا ما كنتش كنعرف شنو هي كردستان كاع انا راجل نهار تلاقيتو فاش قال لي كردستان كما قال لي كردستان العراق كما قالش هذيك العراق من ورا كردستان كنت ما غاديش نعاود نهضر معاه انا كردستان بالنسبه لي هي افغانستان الحرب بن لادن انا هكا زعما كنت كنضايف عقلي ولكن ملي قال لي كردستان العراق قلت العراق كنعرفها داكشي باش زعما من بعد زعما عطيتو فرصه وتعرفنا وعاد تزوجنا كما قلت لكم كون ما كنتش كون ما قال لي ديك العراق راه ما كنتش غادي نعاود نزيد معاه السلام عليكم ما غاديش يعاود يسمعها مني عاوتاني مره اخرى يعني ماشي انا اللي اختاريت راه ربي اللي كيختار الزواج قسمه ونصيب ربي كيجيبوا لك هكا طاير تيجي حتى لعندك غير داكشي كيبقى كل وحده كيوصلها رزقها في وقتها هادشي اللي بغيت نعني يعني ما تبقايش تقولي بحال هكا ولا انا كنت زعما بحال حاله المتتبعات اللي عندهم النيه ما صافياش بلا ما تبقاو تجيو تبقاو تكتبوا التعليق بحال هكا وتبقاو حتى تكونوا بعدا تبعوا الواحد وتعرفوا كيفاش داير واش بصح نيت كيمثل ولا ما كيمثلش عاد تحكموا ماشي من تفرجتي فيا فيديو واحد وانت كتقولي كدا راه كيمثلوا راه كاع المغربيات اللي مجوجين بالاكراد راه كيدوزوا عليهم واش ندوزي عليهم الحرب وحكا دخلوا لواحد الجروب راه نتوما غادي تشوفوا نقول لك واحد الهضره بعدا اصلا اي بلاد في العالم في حجر وطوب فيها المزيانين والخايبين انا ما نقدرش نقول لك انه جميع الاكراد مزيانين راه فيهم تاهما حجر وطوب يعني انت ورمانتك شنو انت ورمانتك شنو بغيت نقول انت وفاش طحتي رمانه مزيانه ولا رمانه خارجه صافي
يعني ماشي الاكراد كلهم خايبين ولا الاكراد كلهم زيانين ولا المغاربه كلهم زيانين ولا كلهم خايبين، راه فين ما مشيتي كاين حجر وطعم. يعني الا كانت وحده علاقتها ما صدقات ليهاش مع شي كردي، راه هادشي لا يعني انه كاع المغربيات كيعانيو، كاع المغربيات المجوجين بالاكراد راه كيعانيو. المهم كنتمنى ان الميساج يكون وصل ونطير ونزيد شي شويه وصافي داكشي باش بغيت نهضر فهاد الموضوع. ودابا ندوزو للبسه الكرديه. المهم وحده وجدات وحده نص وجد نص ما وجدت، المهم ماشي ما وجدتش انا، ما عجبنيش واحد العنق دارته ليا وقلت ليها بدليه ليا. المهم ها الاولى نوريكم الاولى، الا كنتو عقلتوا على الثوب البيستاش اللي كنت وريتكم، هانتوما شوفوا العنق اليدين. بغيت نقول لكم على قلتوا لي خيطهم تكاشط راه غادي يجي وكواعرين وهذا، انا الصراحه عزيزين عليا التكاشط ماشي معزيزينش عليا، ولكن صافي ما بقيتش باغا نخيط لحقاش كتخيطيها كتحضري بها عرس ولا جوج صافي كتطلع لك في الراس. انا وليت ضد انني نخيط تكشيطه، كنقول الا بغيتها غنمشي نكريها باش هكا كل مناسبه كتبدلي، اما الا خيطتيها كما قلت لكم كتحضري عرس جوج صافي كتطلع لك في الراس، ما يمكنش تبقاي تلبسيها دائما فهمتوني. يعني الكرا احسن حل بالنسبه للتكشيطه المغربيه، داكشي باش فضلت انني نخيطهم الباسكوردي حيت الباسكوردي ما يمكن لكش تكريه فهمتوني. المهم ها هو كما قلت لكم ها اليدين، اليدين عاديين هما كيديروا داك اليدين الطوالين، انا ما بغيتش قلت لها ديري اليدين عاديين. وهكا هابط 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 هابط، هذيك الزواقه جات لقدام غتجي لقدام مع السميطه، عاد نشري ليها سميطه، قلت غنشري ليها سميطه ارجونتي، عندي الدوري ولكن بغيت نشري ليها سميطه ارجونتي. وهنايا كاين هذا الحزيم هذا كيتحزم اللور صافي، كيجيك من هنا داكشي محزوم صافي. هاد السميطه هادي اللور صافي، هنايا عادي من القدام والتحت ديالو عاد شبكه التحت ديالو ها هو، درتو غا من هنايا ها هو سميطات عادي العنق، هما كيديرو هكا هما خيطتهم هكا دايره هكا وطويل، جات جا قريب للركبه. وهذا السروال بلاتي، هذا السروال عاد خصو يدار ليه لاستيك، هانتوما خصهادشي كلو خصو يتحدد. ها السروال ستيل ديالهم هكا كيديرو ليه وصافي، فاش غيدير ليه لاستيك غادي يتجمع. وهذا الجيلي هما عندهم في اللبسه ديالهم كيدار جيلي، هذا جيلي كما قلت لكم هذا عاد خصو يتحدد عاد غادي يبان. جيلي كيكون قاصح شي شويه كيكون واقف ماشي بحال السروال والفوق. وهذه درت جوج ستيلات، درت هذا فيه السروال والفوق والجيلي، وهذا الشيء بهذا درته طويل وعنده جيلي ديالو طويل ما فيه لا سروال لا لا لا, لا فوق لا الفوق. المهم هذا هو الجيلي طويل اللي قلت لكم، هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، هو تيتلبس عاد يبان نحددو ونلبسو ان شاء الله وغادي نبين لكم مزيان. جا طويل حتى الارض واللور ديالو جا هكا وفيه افتيحات، هانتوما جيلي طويل كما كتشوفوا. داك التحتاني ديالو درتو طويل ما عجبنيش العنق كيفاش صايمتو ليا، قلت ليها تعاودوا ليا تخيطوا باليد، وجا طويل كاع داك العقيق اللي شفتو العقيق بحال هذا كله جا لقدام وعندو اليدين. هذا جيلي من هنا التحتاني عندو اليدين باقي عندها مازال ما جبتوش. وبما انه هذا الثوب هذا موسلين كيبين درت تحتو هذا التحتاني ديالو ها هو تا هو سميطات وهابط حتى الارض ما كاينش سروال، هذا هو الستيل الثاني. هذا ما كان صافي، صيفطات ليا هاد الزيادات هادو لي شاطو وحطيت لرازي نتا هي لبسه كرديه ان شاء الله حتى توجد نوريها لكم فيها الموزون وفي الغوز
زوين عجبتني، كنت بغيت نوريكم الثوب الساعه صافي مابقاش ليا الوقت، خفت لي درك لي الوقت مع الخياطه، قلت صافي نحطها تتوجد ان شاء الله غنوريها لكم. وهذا ما كان، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، والا عجبكم ما تنساونيش من لايكات. واحد الحاجه بغيت نقولها لكم، اللي ما دايرش ابوني دير ابوني وتفعل الجرس باش يبقاو يوصلكم الاشعارات ديال الفيديوهات ديالي. لحقاش قلبت في الاحصائيات كنلقى اللي كيتفرجوا فيا وما مابونينش النسبه ديالهم 80% وغير 20% اللي دايرين ابوني. يعني الا ما درتوش ابوني وفعلتوا الجرس ما غاديش يبقى وصلكم اشعارات الفيديوهات ديالي مع المده، يعني واحد المده اللي كيبقى اليوتيوب كيطلع لكم فيديو ديالي. يعني الا ما درتوش اشتراك وفعلتوا الجرس واحد المده غادي ما يبقاوش يبان لكم فيديو ديالي الا ما قلبتوش نتوما على القناه ديالي. المهم هادشي اللي كاين، كنتمنى الفيديو ديالي ما يكون عجبكم. لايكات لايكات لايكات، كنبغيكم بزاف بزاف. تهلاو يخرجكم تلقاو فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.